ما وقفوش لي موراجي بوندون دي زاني توا ما نحكيو على 7-8 ولا حتى 10 سنين تالي. والنادي الافريقي الجراح نتاعو قاعده تتعمق، فما حتى حد جاي وداوى الجرح ولا سكر وقال لي وقف لي موراجي هذايا، خلينا نبداو من جديد نحاسبوا كل شيء، نعملوا التقرير المالي نتاعنا اللي تو الناس كل سنه فيه في النادي الافريقي، حتى حد ما تعرف فلوس وين، حتى حد ما تعرف الجوارات اللي صحوا لهم وخذوا فلوس وعمرهم ارتداوا مريول النادي الافريقي، شكون جابهم وشكون صح معاهم وكيفاه وعليه وكيفاه خلصوا وشنو اللي صار، برشا 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 حسابات لازم تصير. دونك هذا كله صحيح نلوموا عليه عبد السلام اليونسي، ولكن مش بقدر ما نلوموا عليه عبد السلام اليونسي في انه ما كانش واضح مع الجمهور وما كانش موجود جمله، ما كانش يظهر، ما فماش معناتها، كان عنده منصب وكاو ما لا يخرج يتكلم لا يرتح الجماهير لا يطمنهم. هي يمكن اكبر غلطه عملها عبد السلام اليونسي ولا الهيئه اللي كانت عبد السلام اليونسي، ما فماش تواصل مع الجماهير، حتى وقت تطرح الجماهير تساؤلات ولا حتى وسائل الاعلام ديما تساؤلات بما يخص اي قضيه ولا اي ملف في النادي الافريقي، نلقاو ديما التجاهل من عند عبد السلام اليونسي، حتى البارح وقت البارح حتى الاتصالات ما يحب يرد على حتى يرفض تليفون، وهذا معناه يزمو يعرف عبد السلام اليونسي اللي المنصب اللي هو فيه حاليا على خاطر قانونيا مازال ماهوش مازال ما استقالش موجود. ما استقالش من رئيس النادي الافريقي، يزمو يعرف اللي المنصب اللي هو فيه يلزمو يتواصل مع الناس، يلزمو يكون متفاعل مع وسائل الاعلام باش يوضح للجماهير، على خاطر احنا دورنا اليوم ان نوصلوا المعلومه اللي يقولها هو كرئيس نادي ومش اي نادي تحكي النادي الافريقي. دونك هذه غلطه كبيره برشا اللي خلات الجمهور يزيد يتشنج ويثور. معناتها انت اخي بحاجه في الدنيا هذه امير، كي انا نجاوبك جواب ما يعجبكش تاخذ وتغش في وقتها تسكت، اما سمعني في الكلمه بلغتنا التونسيه العامه كي نحقرك ولا ما نجاوبكش جمله ما تشنج لي اعصابي، معناتها ماذا بيا تجاوبني جاوب، ماكش بجيب جاوبني جاوبني، نحب نسمع المهم اعطيني الحقيقه قول لي الحقيقه. هذا ما ريناش، ولكن رينا اللي فما تجاهل كبير من رئيس النادي في الاجابه ولا طمئنه الجمهور اللي تعبر تكره الجمهور في سابقه تاريخيه ما تعرفش كيف في العالم وديما في تونس، جمد عمل لدخل عمر ما صارت في تونس قبل ومد تجيبوا مليارات، ما تبوش نحكي ولا 100 ملايين ما عنديش تشيف بالضبط، ولكن عاون جمعيته من اجل انها تخلص الديون اللي هما اللي غالطين فيها الاداره. الاداره تغلط والجمهور يخلص، معناتها الإدارة تقول الجمهور يخلص، معناتها تو هنا سامحني تحب ولا تكره حتى بلغة الشركات ولا أكسيونير معك الجمهور. أي. معناتها ما عاد الجمهور ما عادش الفريق ملك الجمهور كلمة تتقال، ولكن فريق ملك الجمهور حسابيا وبالفلوس، خذا بلاصته خذا أكسيوناته بالفلوس وبالأدخال اللي عملهم عم ناول ونذكر رينا معناتها كيفاش ضحى وكيفاش عملوا. دونك واجب وماهوش مزية على عبد السلام اليونسي ولا غيره ولا اللي جايين بعده ولا الهيئة نتاع الكلوب انها تبرر كل حاجة قاعدة تصير، والجمهور كي يسأل يلزمو يلقى شكون يجاوبه، خاطر هو جمهور عندي أنا ولا أكسيونير في الكلوب ما عادش مجرد جمهور عادي. لكن لا قدر الله هزيمة أخرى لبنزرتي تزيد تعقد برشا وضعية النادي الأفريقي في البطولة، معناها خاصة المقابلة الجاية معناها باش تكون سابقة ما صارتش قبل في النادي الافريقي بداية هك بعد 6-7 جولات في الموقع هذا الترتيب هذا. امير هي باش تكون كارثة كروية معناتها نحكيو رياضيا كارثة، ولكن ماهيش باش تكون ماهيش غريبة معناتها النادي الافريقي شنو نتائجه تو؟ النادي الافريقي معناتها يعاني من 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 انتديكسيون دو ريكروتمون، عنده جوارات اللي هما من طراز عالي اللي صار فيهم درس معناتها ما مصارش انتداب عشوائي دو موا باللي قريناه وباللي ريناه وباللي قالوا الدريدي اللي هو مدرب يعرفهم واللي عمل بهم بريباراسيون اللي كانوا كان جاو موجودين بوتيتر نقولوا بوتيتر اللي هو اكثريه النادي الافريقي كان يكون في مرتبه مخير، ولكن توا ماناش باش نقصوا من قيمه الملاعبيه اللي يلعبوا النادي الافريقي، ولكن ديما الخبره مهمه في المباريات هذيا كي تلعب انت بوليدات صغار يعملوا الكيف تحب ولا تكره، جوارات الكلوب ظاهرين عندهم مستقبل، ولكن زادا ما تنجمش تضخ بهم الكل تلعب انت ب 70% ولا 80% من فريق اللي هو كله من صنف الشبان وركائز الفريق اللي خرجهم. انا اليوم كي نحكيو على صابر خليفه خاصه في النادي الافريقي اللي قدموا صابر خليفه مع النادي الافريقي ما قدموا مع حتى فريق في كاريره، صبر معلومات عندي تقول اللي صابر خليفه وصل في وقت من الاوقات يخلص في شهر الجوارات زادا اللي هو هنا تحس بالانتماء نتاع الملاعبي هذا لفريقه، تحس بغيرة الملاعبي هذا عن النادي الافريقي، تحس مسؤولية الملاعبي هذا النادي الافريقي، وفي النهاية تلقى الانتقادات وكم هائل من الاتهامات من بعض المسؤولين في النادي الافريقي. ايه يا عبود؟ تصديقا لكلامك على 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 صابر خليفة. صابر خليفة صحيح، صابر خليفة السنة الكلوب خسر مع متلاوي واحد بلاش ولا في اخر جولة هذا اللي خسر واحد بلاش، عمناو الكلوب خسر واحد بلاش مع متلاوي في راتس، شكون اللي رجعها في الطرح؟ في دقيقة 80 مخالفة مباشرة من صابر خليفة نذكرها كيما تو رجعها في 81 والقصاب اللي سجل في الوقت بدل الظاهرة هدف الثاني، معناتها بعد ساعات
ريت الخليط بينات ملاعبي صغير واعد كما قصاب وملاعبي خبرة اللي عبر عن طريق مخالفة مباشرة كفرون ديريكت سجل وخلى الكلوب تنتصر في مباراة اللي كانت صعيبة ياسر ومتلوي عمله اثنين ما لقاش شكون الكلوب اللي يعمل لك الرجة في وسط المباراة ويقلب المباراة رغم اللي متلوي راي حتى اللي يوجه الملاعبية زاد في وقت من الأوقات يزمك في أي فريق في العالم فريق إذا يحب ينافس على البطولات ويحاول يفرض مكانته في أي بطولة سواء على مستوى المحلي ولا القاري لازم يكون عنده عناصر خبرة اللي قادرة تأثر على عناصر شبان خارج حتى يمكن تقول لي أنت مطلع الشبان صحيح مطلع الشبان وفهم أسامي واعدة في النادي الأفريقي ولكن زاد يلزم شكون يأثرهم ما ينجمش يأثرهم مسؤول ينتقدوا فيه الجماهير وينتقدوا فيه حتى بعض اللاعبية خاطر تحب ولا تكره من لاعبية النادي الأفريقي من مراكز تكوين النادي الأفريقي من شبان النادي الأفريقي اللي نأكد لك في مباريات قبل عمناول ولت عمناول كانوا يمشوا للاستاد وكانوا ديبلاسيو مع النادي الافريقي زاد على خاطرهم هما اولاد النادي الافريقي فلذلك وقت تلقى انتقادات من جمهور النادي الافريقي على المسؤولين دونك الملاعب هو نفسه بينه وبين روحه ينتقد في المسؤول اللي ما ينجمش يوجهه ما ينجمش ما ينجمش ياثر وهنا يلزمك قائد فريق يلزمك ملاعب نلقاو زهير ذوادي اوت نلقاو صابر خليفه اوت نلقاو بلال لعيفه اوت هذوما الملاعبيه اولاد النادي الافريقي اللي خلينا نقولوا احنا كبارات كانوا في المستير وسامح وحده ما يكفيش سامحها ما يكفيش لا في التيران لا في البستير ولكن انت طرقت بوان مهم ياسر حتى ولا كان فما مسؤول اللي هو ولد كلوب واحد ديما اللي يتقال في البستير مش كيما البرة بطبيعة ما يدخلش مع البستير ما يعرفش كيف يعيشوا فما بعد ساعات فما جوارات تعمل حتى جروب واتساب في بعضهم لا فيه لا مدرب لا فيه فما فرق في تونس نقولها عبودة يمكن حتى يمكن السادة المستمعين يتفاجئوا فيها فما فرق في تونس في مقابلات معينة بين شوطي المقابلة وكتوف المقابلة ما يدخل حتى مسؤول للفستير المدرب والمساعد والملاعبية الأساسيين الاحتياطيين ما يدخلوا زد فما ثقافة في الفستير ما أحكي أقوله فستير رأيكم تقوله كلمة عادية ولكن فما ثقافة في الفستير ياما في رق قلبت مقابلات بين شوطين مقابلة ويعود للحديث اللي صار في الفستير ياما في رق زادة صارت فيها دواهي خلينا نقول واحدة بعد نهاية المقابلة في الفستير وما خرجتش المعلومة فلذلك اليوم التأطير مهم برشا كابتن الفستير صابر خليفة نحب نكره اليوم لاعبي عطاه برشا للنادي الافريقي ضحى برشا للنادي الافريقي خلى برشا فلوس في النادي الافريقي زاد ما سلمش سلم في برشا فلوس من اجل النادي الافريقي كي نحكيو على ملايين دونك ما نعرفش انا اليوم المسؤولين اللي قاعدين يحكيوا ويتهموا في صابر خليفه او زهير الذوادي او غيرهم شنو الميساج اللي يحبوا يوصلوه على خاطر وقت نقول انا ملاعبيه شبان في النادي الافريقي راه الشبان هذوكم هما من جمهور النادي الافريقي ولا بدات اللي يحبوا يوصلوا واللي يعرفوا هذوك اكثر عباد تخلص كل يوم واش خلصينهم بوندون دي موا تاو يحبوا يدوروا جمهور عليهمكم هذوكم ينجم يكون اكرم نعرفش انا نقرا في قراءه لكلامك انت ينجم يكونوا يحبوا يدوروا عليهم الجمهور باش نهار اخر معناتها الاخرين يتخليوا على مستحقاتهم كما نعرفوا زهير الذوادي ولا صابر خليفه ولا غيره قالوا برشا مرات وتكلموا اليوم ديجا تخليوا على برشا فلوس للهيئة المديرة اللي فاتوا النادي الافريقي دونك ما نتصورش ملاعبية كيما هذوما كثر عليهم الفلوك كثر عليهم الوعود الزايفة وكما قال لك المرة زاد قال لك كيفاش معناتها حطوهم يترنيو مع الليجون ولا مع الصنف الشبان دونك حتى المعاملة بعد يسمحوني في الكلمة تطيح قدر هذا معناها اليوم انت كتجي اليوم صحيح فما بعض الفرق اللي يحاول خلينا نقولوا احنا بالدرجة يكبس الملاعبية نتاعو يحاول يفرض الانضباط على الملاعبية نتاعو يهبطهم مثلا صنف الامل ولا غيره فما جوارات يقبلوهم صحيح ولكن انت اليوم كتجي على خاطر صابر خليفة ولا غير شوف احنا اليوم مانيش مع صابر خليفة ولا ضد صابر خليفة نحكي اليوم في موضوع النادي الافريقي على خاطر موضوع هو موضوع وحديث الساعة اليوم وقت تجي تهبط صابر خليفة لصنف الامل على خاطره احتج على انه ما خذاش فلوسه هنا تكون انت غارت اليوم كمسير ولا كإداري اعطيه حقه ومن بعد تحاسب انت وياه وحاسبه اليوم النادي الافريقي شنو الوضعيه اللي يعيشها بعد الكلام اللي تقال على انسحاب عبد السلام اليونسي ما فماش استقاله رسميه ما فما حتى شيء على الصفحه الرسميه للفريق في الموقع الرسمي للفريق فما حتى تصريح نشوفوه للطاولة يقول لك عبد السلام اليونسي انا انسحبت اي اوكي ولكن حبيبي اليوم الانسحاب مش كلمه اقول انا انسحبت لك ماكش معناه سامحني مش قاعد في حوم انت باش تنسحب ما تروحش كبه في قهوه ولا انت رئيس نادي بقيمه نادي الافريقي نحب نعرف شنو هو التفاصيل وحتى يمكن امور قانونيه اكثر ناخذ معايا الاستاذ معز الخميري نائب رئيس ربط احباء نادي الافريقي يزيد وفحنا موضوع هذايا استاذ مرحبا بك اهلا بك امير ربي فضلك مانيش استاذ راني باكيش اي استاذ مانيش نحكي استاذ مانيش نحكي استاذ كمحامي
واضح واضح. احترام فيك انت قلت احترام بس احترام بفضلك. بولعز بولعز انا نشوف بولعز هكا نقول لك معز هكا احلى بيز. اليوم خويا اليوم اليوم وضعيه النادي الافريقي اليوم الوضعيه الاداريه للنادي الافريقي القانون الاساسي للنادي الافريقي هل يعتبر عبد السلام اليونسي اليوم مستقلا؟ والله هو مش مستقيل تحديدا معناه مش نقوله كما قلت انت تو الكلمه على عبد اليونسي قال كلمه انسحاب قلنا ما عندها حتى معنى قانوني وما عندهاش حتى تبعات باش نبداو واضحين هذيك كما قلت تو قلت عليه في قهوه وخرج محلاه توصيف معناها وشيء يوجع القلب انه نحكيو على مؤسس رئاسه النادي الافريقي باللغه هذه ولا هذه اللي نحكيها. لا 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 سامحني حتى خنوضح معز خنوضح زاد نوضح للساده المستمعين الكل انا القصد نتاعي انه راه معز قلت معز الخميري عبد السلام اليونسي اليوم وقت اللي يقول لك انا انسحبت ما عادش رئيس ماكش تروحش كب انت لعبت وما مشيتش معاك لا معناها اليوم انت فما ضوابط قانونيه وفما امور اداريه لازمك تتبعها حسب القانون الاساسي مش بالسهوله هذه هو, هو هو في المطلق راهو نحن كي نرجعوا حتى كي جيت بعدكم من اخر مره وفسرناها الانسحابات نتاع 29 ماي وقت الفايته انه كان الهيئه ذي راهو في كي نجيو نحكيو قانونا القانون راهي منحله عندها مده وهي تسير في الاعمال وفي ماي سامحني معز في ماي كي جيت بحذانا وحكينا اذا ما خانتنيش الذاكره حكينا وقتها على انسحاب مجدي الخليفي قلنا راه انسحاب في المباشر وقلت لنا راه ماهوش استقاله وما عنده حتى شيء قانوني بالضبط وقتها قلت لكم دموع التماسيح هذيك اللي خرجت معناها الواحد ماهيش حاجه عاطفيه زي باش تقولوا الانسحاب راهو بالنسبه للعمل القانوني الاستقاله هو منظم بالقانون هو عمل قانوني يتم في وثيقه رسميه ويقع اعلام به السلطات الرسميه ساعه كي هو باعتباره رئيس حالة الشغور ينطبق عليها الفصل 40 من القانون الأساسي نتاع الجمعية وينظمها الحالات هما ثلاثة اللي حالة الوفاة اللي بعد الناس الكل أو حالة العجز أو حالة الاستقالة لحق القانوني أو لظروف خاصة كل حاجة عندها التبعات نتاعها إذا كان توفى الله يطول في عمره وعمر الناس الكل معناه فهمتني راهو النائب هو اللي يواصل لمدة شهر أقصاها شهرين ويدعو الجلسة عامة إذا كان حالة عجز تام فهمني وربي يشفي الجميع معناها كيف كيف النائب هو يواصل الحالة الوحيدة اللي فيها إحالة ونحكيه على خلافة وذي من النوادر بتاع القانون الأساسي بتاعنا شنو خلافة مفهمتكش الخلافة ولا ما هيش يا خناد الفريق اليوم خلافة معناها فما شكون يخلف شكون فماش انتخابات فماش جمهور بصريح النص يقول في حالة استقالة لظروف قانونية حق القانوني أو لظروف الخاصة هو يعين من يخلفه يعينه واللي في التعيين هذا ما قالوش حتى شنو شروطه الخليفه نتاعو لا قالوا هو من الهيئه المديره لا قالوا مخرج في النادي الافريقي لا قال حتى من احباء النادي الافريقي لازم يكون حتى هنا باش حد شيء يمنع قانون نحكيو في الابسولوت ما فما حد شيء يمنع انه هو الانسان اللي راه الاقدر في حاله الاستقاله القانونيه دي اما الاستقاله تقول خلي شو معنى الاستقاله القانونيه الاستقاله القانونيه بابيونتات ومحترمه ويصح عليها ويقع اعلان بها الكاتب العام تاع النادي الافريقي والبقايا اللي مازالوا من الهيئه المديره ومراسله السلطات الكل من الكتاب العام للحكومه من رابطه الجامعه الوزاره المندوبيه الواحد الوزاره الجامعات الكل نتاع كره السله اللي تعامل معها القلوب الكل المهم راهو تم استقاله وهو يعين شخص في مؤسسه المسار اختينا من هذا الكل توا خويا امير انا نعطيك حاجه من المضحكات المبكيات معنا راهو الخبر البارح خرج في احد الاذاعات قيل على لسان منشط كنحبوا نسميه وتنسميه معروف تفضل عبد السلام ذي فله في موزايك هو اللي قال لا خرج حتى حد رسمي الى حد الان وقال ثم خرج عبد الله خلالي المحامي المستشار نتاع الهيئه المديره في اذاعه افام وكنت يا افام انا كنت معاهم زيد غاليكا في اتصلت بهم في الحكايه دي وقرروا ثم مشروع بيان شوف معز 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 خلينا نحكيه في الرسمي في الصحيح هل تعتقد اليوم اللي الكلام قاعد يقال هذا الكل سواء من بعض الصحفيين زملائنا والا من اساتذه ولا غيره حربوشه باش تسكن الجماهير هاكا زعما استقال سيدي ديجا عملوا لنا الاف الحرابش معناه نزيد نوضح لك سؤالي عبد السلام اليونسي كان يحب يستقيل هل تصعب عليه باش يكتب نص استقالته في على ورقه ممضى عليها ويرسلها لسلطه الاشراف يعطيك الصح هذايا ماهيش الحاجه بالصعوبه اللي نصوره الاراده هي المفقوده واراده التحايل موجوده التحايل ولا شبهه التحايل ليه تحير في التلاعب بالالفاظ ليه وقال إرادة دي بالمعنى القانوني لا ليش بدي واضحين تعرف ديما نستعمل الكلمه في بلاصتها اي فهمني هو هنا
عنده سياسة الهروب الأمام، سياسة التسويف، وسياسة أنه يغطي بعين الشمس بالغربان. هذه الكل الفاطن تبقى على الوضع ذي. إنسان قيل البارح أنه فما انسحاب، ولفظة غريبة في القانون التونسي، معناها كما قلت دي الانسحاب يكون من المعركة، انسحاب هو الجبانية وترقيمي. أما الناس اللي على موقف وكل شيء تقوم بحاجة قانونية. طبعا حتى معز خنشوف أنا حاجة تعليقا على كلمة الجبانية قلتها أنت اليوم. أنتم موقفكم الرسمي هو طالبوا عبد السلام يونسي بالانسحاب، ومن بعد تقولي إذا انسحب فهو من الرحيل. نحن عنا بالاستقالة، قلنا الرحيل والمحاسبة. الرحيل هي الاستقالة القانونية، وتصير باساسيون وتتم المحاسبة القانونية. المحاسبة شنو؟ التقرير المالي وكل شيء. التقارير المالية والأدبية. الأدبية معنا شوية حاجة كبيرة من التقارير المالية، وتقارير المالية ترجع إلى الفترات اللي نحن نحكيو عليها من 2014 ونحن جايين. بيه معز. أي معز، فما سؤالنا عند أيمن، تفضل أيمن. أهلا بيك، شنوالك معز؟ أهلا بيك، شنوالك خير بس؟ الحمد لله. أنا تولي فهمت من كلامك وأي مستمع عادي، معناتها هنا ولينا نشكوا في المعلومة نتاع البارح، قال لي السيد عبد السلام اليونسي خرج من رئاسة النادي الإفريقي. قداش فهمت من كلامك؟ اسكو هذا المعلومة تحب توصلها انت تو؟ مش نوصلها، هذا الواقع. إلى حد الآن ما فهم حد شيء، لا الباج أوفيسيال اللي عندنا مع الناس أوفيسيال، لا الباج أوفيسيال، لا خرج أحد المسؤولين الرسميين اللي قاعدين تو، اللي هو الرأس الرئيس والنائب نتاعو حمزة الوسلاتي، أو النائب المعين مجدي الخليفي، أو الكاتب العام سامي القدلي. هذا هما اللي قاعدوا يدوروا. ما خرج حتى حد منهم لانهم عندهم صفه تمثيل النادي الافريقي اونتر جيمي، وقال هالمعلومات هي وجدت في احد الاذاعات وقالها، معناها واحد وتبني عليها كل شيء. وكانت البر انت هنا جيت علينا فما شيء تو. انت هنا جيت في البوان فور نتاع هيئه النادي الافريقي والمانك دو كوميونيكاسيون، دونك مش غريبه هذيا معناتها. والله انت تراها بوان فور. لا نحكي لك سي ايرونيك، معناتها نحكي لك بوان فور نتاعهم اللي هما مانك دو كوميونيكاسيون كبير ياسر، ما يتكلموش، معناتها مش غريبه هذيا اللي قاعده تصير تو. شو شايف في لابسونس ولا كومينيكاسيون ينو با مونك ابسونس، ما فماش بالضبط، فماش كومينيكاسيون، فماش تواصل مع الجماهير اللي تعطي المعلومه الصحيحه والموثقه والقانونيه واللي تطمن العباد. معناتها حتى في استقاله ولا في انسحاب من با فما حاجه واضحه، لروك هي سهله ياسر. معناتها علاش العباد اللي عايشين فيه عندنا مده، واللي جانا الازمه هذه الموجوده في المديونيه زي السيرون دي مون دو جامي فيو. في نذكر ولا قبل تحد الكتاب العامين قبل شكونو تسيد الوسيت خلي شوفوا ما نعرفوهاش قبل برز لا قال حتى اللي عارف فيه ما نعرفش تعمل خاطر عمرنا ما مشينا لها. الفيفا دار دورت من 2013 2014 ما كاش عندنا بزافير كبار مره ولا مرتين في الفيل. الفيفا ما كناش ما كانتش تعرفنا الفيفا، كنا مشغولين لدى الفيفا ما تعرفش. توا ولينا مشهورين نحن كجامعة كجمعية، معناها النادي الافريقي لي زافير اللي عندنا سي ترو دو جامي فيو. ملي تأسس النادي الافريقي ما فماش العدد هذا الكم الهائل. ولكن هنا ما نعرفش معز كان شطرني الراي، كان نقول لك راهو مش كان هيئة عبد السلام اليونسي تحمل مسؤولية، هيئات متعاقبة. قلت من 2014 قالت انت دوك 2014 دوك نحكيو على سليم الريحي وانت جاي لهنا، فهمني؟ دونك الوضعية هذه هي تعطينا توا نحن نقولوا الفوز الطويل مراجي فما نزيف قاعد يصير. كي انت تدي عبد يتجرح اول حاجه يوقفوا النزيف، هذا نحطوا هالبن ولا شنو على الدماله خليه تقف الساعة النزيف هذا برحيل الهيئه هذه واستقالتها رسميا، ثم نشوف الحلول من بعد اللي باش تجي. معناها الهيئه حاليا ماهيش معناها رئيس النادي لم يقدم استقالته قانونيا، ما قدمش، مازال هو رئيس النادي. على هنا الحاجه الوحيده اللي قالت لنا اوفيسيال هي الباج فيسبوك الاوفيسيال تاع الكلوب افريكا، او انه يخرج احد المسؤولين اللي سميتهم لك الاربعه اللي نزلوا فهمتي الموجودين ويتكلم بصفه رسميه. البارح هو خرج منهم حتى حد تكلم، البارح هو نقل كلام تم في اذاعه موزايك وعليها اساسه وقع بناء الشوشه الكل هذيك لحد لليوم. ورسميا ما فما حتى شيء واضح، ما فما شيء. ها عندنا الباج اوفيسيال الوحيده هي المجلس نتاع الكلوب افريكا اللي هي تقعد البوابه الرسميه كل معلومه تهم الجمعيه، ما بط فيها هبطوا على الماتش الباسكيت اخر في بلكاسيون هذيك موجود. لا فما واحده اخرى هبطت قبيله نتاع المقابله القادمه نتاع نادي بنزرتي.
اي ولا اعلام عادي مش مش بيان رسمي هبط او واضح. حاجه اخيره في اقل من 30 ثانيه معز على الوقت. اقل بيسر معنا فهمتني. راهو المطالبه الحاليه كل جماهير النادي الافريقي المعتصمه والرجل المتحيه وكل الجروبات وكل الخلايا وكل الجمعيات الطالب الرحيل والمحاسبه استقاله رسميه ويلزم محاسبه. ما عادش هذه لامبيوتي في النادي الافريقي ما عادش فما. كل من اجرم في حق النادي الافريقي راهو باش يتحمل مسؤوليته. واضح. وكذلك فما فما أي. فما فوند دو كي في النادي الافريقي توا 8 مليارات اللي حكى عليهم. الوقت ما عادش عن الوقت. اي معز ما عادش ستتم هذيك المطالبه. واضح. بتجميدهم. شكرا جزيلا ليك معز الخميري نائب رئيس رابطة حب النادي الافريقي على حضورك توضيحك معنا بما يخص النادي الافريقي. احنا هكا نكون وصلنا للختام استاذ ميد لليوم. شكرا جزيلا ايمن عبوده. شكرا جزيلا احمد المناري صابرين ضيف الاخراج وسميه كذلك. تحياتي انا من خلف الميكرو امير بوكا لكل الساده المستمعين. ان شاء الله موعدنا يتجدد نهار الاثنين في نفس الاستاد في نفس الموعد من 3 للخمسة.